ترددت في الساعات الأخيرة أنباء عن قيام تركي آل الشيخ أو قرار تركي آل الشيخ بتجميد أو تصفية نادي بيراميدز. ليه تركي آل الشيخ؟ المصادر المقربة من تركي آل الشيخ قالت الكلام ده، على الرغم أن تركي آل الشيخ بعد قرار النادي الأهلي برفض خوض مباراة بيراميدز كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: نتمنى أن لا ينسحبون، ونتمنى أن نراهم في الملعب يوم المباراة، إنهم فريق كبير وتاريخ كبير. مفيش بعدها بساعات قليلة ظهر الإعلامي أسامة كمال من خلال البرنامج اللي بيقدمه على قناة دي إم سي، واتكلم عن الأزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي ومين المستفيد من الأزمة دي وخالق الأزمة دي في التوقيت ده، واتكلم عن ما اتكلمش بشكل مباشر عن تركي آل الشيخ، ما ذكرش اسم تركي آل الشيخ، اتكلم عن الاستثمار الأجنبي في الرياضة، وقال هل لما المستثمر الأجنبي جه يستثمر في الرياضة أو يشتري نادي كان من ضمن الاتفاق مع اتحاد الكرة إنه لازم ياخد بطولة؟ مين المستفيد من قرار اتحاد الكرة إنه يستبعد النادي الأهلي من بطولة إفريقيا على حد وصفه كلام أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال؟ هل لما النادي الأهلي الاتحاد المصري يستبعد النادي الأهلي من بطولة إفريقيا هل هيدخل أي نادي تاني مكانه؟ واتكلم أسامة كمال وقال ملوش لازمة المشكلة في التوقيت ده، والشعب مش ناقص كسرة نفس. رد عليه تركي آل الشيخ في تغريدة برضو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع نشر الفيديو، نشر الفيديو لأسامة كمال وعلق وقال أنا مالي ومال الصداع ده وربنا ما يجيب كسرة لحد. ده كان تعليق تركي آل الشيخ وتعليق أسامة كمال عن الأزمة الحالية بين النادي الأهلي واتحاد الكرة. واتكلم بقى بعض الناس المقربين زي الإعلامي إبراهيم فايق وزي الناقد أحمد جلال، نشروا على حساباتهم على تويتر خبر أو مصادر عن قرار أو قيام تركي آل الشيخ بتجميد أو تصفية نادي بيراميدز. الخبر ده أكيد 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 هيسعد كل جماهير أو معظم جماهير الكرة المصرية وخاصة جماهير النادي الأهلي باستثناء المستفيدين من وجود تركي آل الشيخ في الكرة المصرية أو في الرياضة المصرية، الناس المقربين أو المستفيدين من تركي آل الشيخ. أما جماهير النادي الأهلي فسعيدة ويا ألف نهار أبيض. وهو تركي آل الشيخ لما يعلن دلوقتي يقول لك أنا بنسحب أو أنا بصفي نادي بيراميدز وبنهي استثماراتي في مصر، لا هنقوله النبي خليك، هنموت من غيرك، ده انت مش عارف ايه، ده انت الاب الروحي للرياضه المصريه. لا، ده معظم جماهير الكره المصريه وخاصه الاهلاويه باستثناء المستفيدين زي ما قلنا مش هيكسروا وراء قله زي ما بيقولوا، لا ده هيكسروا وراء زير. تركي آل الشيخ زعل من انتقاد اسامه كمال، مع ان اسامه كمال اتكلم بكل ذوق وكل احترام وما جابش اسم تركي آل الشيخ، اتكلم عن الاستثمار الاجنبي والنادي اللي استثمر مع في الرياضه المصريه وهل كان اتفاقه مع اتحاد الكره لازم اخد دوري، لازم اخد كاس، لازم اخد بطوله. ده كان كلام اسامه كمال. تركي آل الشيخ زعل، يعني انت عم تركي يا شيخ تركي يا ابو ناصر زي ما بيقولوا زعلت، على الرغم انه ما اساءش ليك، ما قالش لفظ يزعلك او يجرحك، انت طلعت مع احمد شوبير قلت على مجلس اداره النادي الاهلي دول عصابه خليهم مش عارف ايه، وطلعت تاني قلت خليهم خدوا الساعات وخدوا هدايا واديت وعملت وفلوس وتبرعات، وطلعت وقلت هاجمت الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، تقول النادي الاهلي مش ناقصه صفقات ولا لعيبه، النادي الاهلي محتاج مجلس اداره. كل الاساءات دي كلها انت بتعتبرها عادي؟ ولما اسامه كمال يتكلم من غير ما يذكر اسمه بيتكلم عن الاستثمار الاجنبي في الرياضه المصريه زعلت؟ ايه يا جماعه، امال النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والخطيب ده يتعمل لهم بقى علشان بسببك انت، بسبب تركي آل الشيخ يتعمل لهم تمثال؟ يعني قوه في التحمل والصبر، محدش فيهم رد مباشر على تركي آل الشيخ ولا طلع من خلال الاعلام زي ما هو عمل. وانت لما تقول النهارده همشي او هاخد استثماراتي او هصفي النادي، الناس هتقول لا خليك، المستفيدين هيقولوا خليك وهيقول لك ده خساره للرياضه المصريه، ده مش عارف ايه، ده لكن انت خلقت روح، ما اقول لك ايه، يعني بقى في تعصب بين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك وجماهير، ما
معلش مع احترامي ليك، بيراميدز ملوش جماهير، ملوش ارضيه. فين الجماهير بتاع بيراميدز؟ شوف جماهير الاهلي وجماهير الزمالك. انت خلقت روح تعصب بينهم، انت كنت السبب بسبب تصريحاتك وكلامك لاتحاد الكوره والقرارات اللي بياخدها اتحاد الكوره. يعني النهارده اتحاد الكوره بيطلع يتكلم وبناء على ايه؟ ما انت خدت قرار بترجع فيه ليه؟ وفي ليه في التوقيت ده؟ وانت لما انت عارف ان احنا جايين داخلين على تنظيم بطوله افريقيا بتتردد ليه؟ تعالوا نشوف الموضوع انطرح ازاي. قال لك ايه؟ تحدث رئيس هيئه الترفيه السعوديه تركي آل الشيخ عن مباراه الاهلي المصري مع فريق بيراميدز في كاس مصر والمح الى تجميد نشاط ناديه. وقال لك تركي آل الشيخ في التوقيت الحالي بيتصدر المشهد في ازمه دائره بين اتحاد الكره المصري والنادي الاهلي، حيث طلب تأجيل لقاء بيراميدز والأهلي بالدور الثاني من الدوري. هو اللي طلب من اتحاد الكرة وبناء عليه اتحاد الكرة حاضر يا عم تركي، لحين خوض حامل اللقب مباراة القمة أمام الزمالك في ختام الدور الأول حفاظا على تكافؤ الفرص. طب ما احنا قلنا قبل كده إن الزمالك ما لعبش الإسماعيلي لا دور أول ولا دور ثاني، اشمعنى النادي الأهلي؟ حفاظا على تكافؤ الفرص، وتم تأجيل مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز واستبدالها بمباراة في الكأس، وهو ما يرفضه النادي الاهلي زي ما قلنا النهارده القرار بتاع النادي الاهلي اللي طلع. وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخميس اليوم: لا اتوقع ينسحبون، ان شاء الله يوم المباراه نراهم في الملعب لانهم فريق وتاريخ كبير. لحد كده ما فيش اي مشكله مع هذه المباراه تتلعب، لكن النادي الاهلي طلع قرار والموضوع انتهى. كان من المقرر ان يلتقي الاهلي مع نظيره بيراميدز بطوله كاس مصر 28 فبراير ضمن منافسات دور 16، ده من خلال الجدول الاخير اللي اعلنه الاتحاد الكره المصري. والمح تركي آل الشيخ بقى لتجميد الاستثمارات في الكره المصريه وايقاف نشاط نادي بيراميدز ليه؟ نشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس للمذيع اسامه كمال يهاجم فيه اتحاد الكره بعد تمسكه بتبديل مباراه الاهلي وبيراميدز في الدوري بلقاء كاس مصر يوم الخميس المقبل. هتفرق في ايه؟ يعني الاهلي وبيراميدز مباراه هيبقى اسمها في الكاس هيبقى اسمها في الدوري، بس النادي الاهلي له حساباته وبناء على الجدول اللي اتبعت له فمصر ومصمم بيحترم القرارات بتاعه اتحاد الكره الاوليه اللي بعتها في الاول، لكن هتفضل تغير بناء على حد او شخص قال لك غير تغير؟ لا، النادي الاهلي والنادي اللي قرر النادي الاهلي ده بيحترم كمان اتحاد الكره، بيقول اتحاد الكره مش اي شخص يوديك ويجيبك او يقول لك اعمل فتعمل. قال اسامه كمال عبر برنامجه انه لابد من احترام المصريين وعدم البحث عن كسر نفسهم، بعد ما اتكلم بقى زي ما قلنا عن الاستثمار الرياضي وهل هو كاتب في مع اتحاد الكره عقد انه لازم ياخد بطوله وان اتحاد الكره لو الاهلي انسحب من بطوله افريقيا هيدخل نادي تاني مكانه والكلام ده كله. علق تركي آل الشيخ على الفيديو قال: معاك حق وانا مالي ومال الصداع وربنا ما يجيب كسره لحد. والاعلامي الرياضي ابراهيم فايق المقرب من رئيس هيئه الترفيه السعوديه قال ان تركي آل الشيخ جمد نشاطه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القديره زي ما قلنا ان تركي آل الشيخ جمد نشاط نادي بيراميدز الكروي في مصر وقرر تصفيته بعد تصريحات اعلاميه قيلت في حقه وحق تجربه بيراميدز بشكل مسيء. اسامه كمال ما جابش اسم بيراميدز، اسامه كمال اتكلم عن الاستثمار الاجنبي بشكل عام وايه المسيء في كده؟ الراجل بيتكلم في ازمه، بيقول لك ان انت النهارده ايه الداعي للازمه مع اكبر نادي جماهيريه في مصر؟ ايه الداعي للازمه حاليا في التوقيت ده؟ ده كان كلام ابراهيم فايق. ده جه بعد قرار النادي الاهلي زي ما قلنا النهارده انه اجتمع وحدد وقرر ان النادي الاهلي بيرفض رفض قاطع استبدال اي مباراه في بطوله الدوري ومباراه اخرى في الكاس استجابه لضغوط اي طرف، وهو طرف من غير تركي آل الشيخ خاصه وان اتحاد الكره هو الذي اعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من اي جهه وهو الاولى بالالتزام بجدوله فعلا. انت اللي اصدرت، ده مش النادي الاهلي يقول لك المفروض ان ده انت اللي تلتزم والحفاظ على ثوابته قبل الانديه عشان احترامك يفضل في الانديه. ما حدش يعني انت النهارده لما تطلع قرار وتلتزم يبقى النادي الانديه كلها تحترم قراراتك. وتم اختيار اتحاد الكره بهذا القرار في العاشر من الشهر الجاري قبل اجراء اي تعديلات جديده على جدول الدوري. ده الكلام ده اللي قاله النادي الاهلي قبل كده بعد ما اصر اتحاد الكره. طبعا النادي الاهلي طلع قراره النهارده واكد على احتفاظ النادي بحقوقه المشروعه دون حيال الاجراءات القانونيه اتخذها مجلس الاداره بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكره مع رؤساء الانديه زي ما قلنا. مرتضى منصور حضر ومش عارف كان موقوف وازاي يسمحوا له انه يحضر. ورد اتحاد الكره من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اتحاد الكره رد في بيان ليه وطالب في النادي الاهلي بخوض مباراته امام بيراميدز في الكاس وهدد النادي الاهلي بحرمانه من المشاركه في البطوله الافريقيه الموسم المقبل. وطالب الاتحاد في بيانه
أندية الدوري الممتاز بعدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات قارية. ونشط الاتحاد المصري الخطاب الموجه للأندية بعد ساعات قليلة من بيان النادي الأهلي رفض خلاله مواجهة بيراميدز في كأس مصر 28 الجاي. قال الاتحاد زي ما احنا قلنا انه بيعتبر الاهلي منسحب وهو ما يخالف اجراءات الترخيص اللي تحدث عنها اتحاد الكره. تركي آل الشيخ بقى يجمد، ما يجمدش ويجمد ويا ريت يصفي، نرجع تاني نعيش في هدوء، نعيش في سلام، الاهلي والزمالك والمنافسه الطيبه والمناقشه والكلام والهزار والضحك، انما بقت الامور بشيء غريب. هم بيقول لك هجمد والناس يطلعوا قرارات تسريبات وبتاع، لا عشان خاطرنا الدوري المصري ما كانش عايش ولا هيعيش الا من غيرك يا عم تركي. لا يا عم تركي، لا يا عم تركي، كنا عايشين ومرتاحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.